بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله عن المهم في التوحيد، مهمات التوحيد أو مقصود المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. نعم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. جوزو جينو كوكوز quelque chose qui est important de التوحيد، ou bien qui ça écrit dans sa livre qui l'objectif derrière ces التوحيد. لماذا ندرس التوحيد؟ أكوز نو بيزوي أبوان ساسيزي كابل. حق الله على العبيد. سادوا الله لسو سيفانت. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد. الله سبحانه وتعالى أكسبتو كين عبادة إكسبتك توحيد. لا يدخل الجنة إلا موحد. إبا بوت إلى الجنة إكسبت سيلو كيلو توحيد. استقرار الأمن والهداية طمأنينة. وغاية تانكيليتي أبيك لك إكلي أبيك توحيد. سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. سبب لتكثير الحسنات. تكثير السيئات. حتى لا تكون من المشركين. لا بد نعرف الشرك حتى لا نقع فيه. ثم أن هذه هي طريقة القرآن والسنة، أن الله سبحانه وتعالى أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك. الله سبحانه وتعالى